هلا بالصف الرابع شعبة ثانية بمدرسة أوريون، بدنا نعمل لقاء مع طالبة سارة غنامي، هي متمكنة في مادة اللغة العربية والرياضيات، ورح نشوف هذا التمكن والتميز إن شاء الله. مرحبا، بتعرفي اسمك؟ سارة غنامي. سارة غنامي، سارة أنت أنو صف يا سارة؟ صف رابع شعبة ثانية. صف الرابع شعبة ثانية، بأنو مدرسة؟ أوريون. سارة نحن عرفنا من أنستك إنه أنت طالبة متميزة بكل المواد، بس عندك تميز زايد بمادة اللغة العربية ومادة الرياضيات، أنت جاهزة يا سارة لحتى نشوف هذا التميز؟ إن شاء الله. سارة إحنا عرفنا إنه أنت حافظة جدول الضرب لل 15 ما شاء الله. تمام؟ هلا إحنا رح نسألك بجدول الضرب لل 15. رح نبلش من جداول الضرب الصغيرة ونحن طالعين، تمام؟ 8 ب7 56 9 ب9 81 81 10 ب10 100. طيب يا سارة 12 ب7 84. احسنتي 84. 12 ب11 132. بارك الله فيكي. طيب خلينا نروح على جدول ال 13. اذا قلت لك 13 ضرب 6 78. بارك الله فيكي. 13 ب 12 156. ما شاء الله. طيب ننتقل شوي لجدول ال 15. 15 ب7 105. 15 ب 12 180. بارك الله فيكي. نحن عرفنا كمان انك انت شاطرة بالجذور مع انه ما انا موجودة بمنهاجكم، تمام؟ طيب اذا انا قلت لك جذر ال 625 فيكي تعملي لنا اياه؟ طلعي لنا الجواب، تفضل. 625 تحت الجذر. احسنتي، 625 تحت الجذر. تمام. 25 ضرب 25 تحت الجذر. برافو. يساوي 25 أس 2 أس 2 25. احسنتي احسنتي. طيب اذا قلت لك انا جذر 729. 729 تمام تحت الجذر يساوي 27 ضرب 27 يساوي تحت الجذر 27 أس 2 يساوي 27. ما شاء الله، 27 أس 2 27. طيب أنا قلت لك 3 قوة 3. شو يعني 3 قوة 3؟ فيك تفكي لي هالقوة أو تطلعي لي الناتج تبعها؟ تمام. 3 ضرب 3 ضرب 3. طيب 3 ضرب 3 يساوي 9. ضرب 3 يساوي 27. بارك الله فيكي يا سارة. طيب سارة أنت مين شجعك؟ مين نمالك هاي القدرات بمادة الرياضيات؟ أهلي ومعلمتي. أهلك ومعلمتك، بارك الله بأهلك وبمعلمتك. كمان إحنا عم نعرف إنك متميزة بمادة اللغة العربية، صح؟ طيب أعطينا جملة بمادة اللغة العربية. أشتاق إلى أرض السلام. أشتاق؟ أنت لمين طيب مشتاقة يا سارة؟ لسوريا. لسوريا، سوريا أرض السلام؟ نعم. طيب اكتبي لنا هاي الجملة بخط واضح. أشتاق إلى أرض السلام. طيب يا سارة إذا أنا شكلت لك إياها وطلبت منك إعراب، فيك تعربي لي هاي الجملة؟ طيب أشتاق إلى أرض السلام، عربي لي هاي الجملة يا سارة شفويا. أشتاق فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنتي. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، إلى حرف جر، أرض اسم مجرور وعلامة جره فتح الكسرة الظاهرة على آخره، والجر والمجرور متعلقان بالفعل أشتاق. السلام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. سفولة، بارك الله فيك. طيب سارة كمان احنا عرفنا انك انت متميزة بالخطابة، بالفصاحة والخطابة، حافظة هيك شيء قصيدة او كم بيت شعر تقولي لنا اياهم؟ طيب سمعينا يا سارة. أنا لا أكتب الأشعار فالأشعار تكتبني، أريد الصمت كي أحيا ولكن الذي ألقاه ينطقني، ولا ألقى سوى حزن على حزن على حزني. أكتب أنني حي على كفني، أكتب أنني حي على كفني، أكتب أنني حر وحتى الحرف يرتش بالعبودية. لقد شيعت فاتنة تسمى في بلاد العرب إرهابا وتخريبا وطعنا في القوانين الإلهية، لكن اسمها والله في الأصل حرية. برافو، بارك الله فيك يا سارة، بارك الله فيك، بتمنى لك التوفيق يا رب.